السلامة روحي. الله يسلمك يا حبيبي. شفتي بقى طول ما انت معايا هتكسب ازاي؟ ما انا معاك اهو، وسبت كل حاجة عشان خاطرك انت. بس مروان اوعى في يوم من الايام تخليني اندم على اللي انا عملته ده. تندمي؟ تندمي ايه يا خيلانة بنتي؟ انت مع مروان دايما كسبان. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا قرية؟ انا جايب البضاعة بنفسي. ربنا يخليك يا باشا. تسلم. تسلم يا باشا. ايوه تمام يا باشا. بقول لك يا باشا، ما تنزل لنا في الفلوس بقى شويه والنبي. وانت بتدفعي يا كوريا ليه كده يا باشا؟ انت نسيت الاتفاق اللي بينا ولا ايه؟ ده انت اجدع حاجه فيك موضوع الشوكوك ده. وبعدين يا باشا ده انا عامله لك صيت في الحاره رهيب، ده كل النسوان الحاره عارفينك. ده انا معلقه صورتك هنا في المحل، حتى بص اهي مفيش ولايه بتخش هنا وما بقولهاش ده صاحب الكريمات. خلاص يا كوريا بيعي ونتحاسب بعدين. ماشي يا باشا، ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش يا مدام، ما كانش قصدي. مدام ايه ومش مدام ايه؟ مش تفتحي. معلش. اوعى بنت يا شيماء، انت هتطفش لنا الزباين واحنا لسه بنقول يا هادي. معلش يا اختي، اصلها لسه جديد، انا اغسله لك بنفسي. اوعى بنت. ايه يا اختي ده؟ انت بتحط على شعرك غيره وانت بتسرحي؟ بقاله كام سنه ما اتغسلش ده؟ بالراحة يا كوريا، على شعري هيتقطع في ايدك. يوه ملبك، اعمل ايه طيب؟ اه بتصرخي ليه دلوقتي وانا جيت ناحية عينك؟ ما هو اللي مشبك في بعضه زي سلكة المواعيد. معلش اهو سلك، اهو خلاص سلك. تعالي بقى يا بنت شيمو كملي، بس ما تجيش بقى ناحية عينيه، عايزاها تخرج من هنا نضارها 6/6. ها حاضر يا اسطى. يلا بصي بقى اختي، ان شعرك شكله مهري من المكوى، لو كونات هيشيط هيشطط كده وطرفه هتقف وتبقى عامله زي اللي حاطط صباعها في الكوبس الكهربي. اعملهولك بلح.